أول شيء خلوني أقول لكم معلومة، معلومة كذي على السريع بيني وبينكم. تدرون أن أطياب المرشود باقي لهم سنة ويكملون معانا بالحياة قرن، بيصير عمرهم قرن. أي الشياب كبرتوا يا أطياب المرشود، شيبتوا وشيبتونا معاكم، وبدأوا من المباركية بسنة 1925، وب 2015 انقلوا مصنعهم للعاصمة الفرنسية باريس، واليوم صار عندهم 86 فرع حول العالم، وعندهم 150 نقطة بيع موجودين ب 18 دولة، منهم فرع لندن المشهور المعروف، وقريبا وحصريا هذه لكم افتتاح فرع ماربية بأسبانيا بفبراير سنة 2024. حلو الكلام؟ حلو الكلام. القصة اللي جايب لكم إياها اليوم تعتبر من أقوى القصص، قصة وايد قوية، وفي بعض اليوتيوبرز قالوها قبلي، يعطيهم ألف صحة وعافية، كل واحد قالها بطريقة أحلى من الثاني، لكن أنا الظاهر كنت وايد متأخر بالمنهج، ما أدري شلون طافتني القصة، لكن ما يمنع أني أبيها تكون بقناتي، وأدري في وايد ناس حابين يسمعونها مني، وأغلبنا ماخذينها من نفس المصدر، وراح أحط لكم إياها بصندوق الوصف. فيلا الحين لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت بيوم من الأيام عن واحد اسمه ستيفن جي راسل، راسل رسالة، لا خلاص مو من أولها فارس. هذا ستيفن جي راسل يعتبر أخطر مجرم في أمريكا، محبوس بزنزانة انفرادية وما يخلونه يطلع إلا ساعة واحدة باليوم، هذا إذا خلوه يطلع بعد، وتتم مراقبته من قبل أكثر من 10 أفراد من أفراد الشرطة، هذا غير الإجراءات الأمنية حوالين الزنزانة اللي هو قاعد فيها، اللي تعتبر أكثر من الإجراءات اللي موجودة حول الزنزانات اللي فيها القتلة المتسلسلين. الله إيش دعوة؟ ليش كل هذا؟ منو جاينا هالحزة؟ لا ما له شغل. زين هو سفاح؟ هو خطير لهالدرجة؟ لا يا حبيبي، لا هو سفاح ولا هو خطير لهالدرجة. ستيفن راسل هذا عمره ما لجأ للعنف، مو عنيف، كل ذنبه انه خلى الناس يضحكون على افراد الشرطه، سواهم مسخره، خلى كل الناس يضحكون عليهم، لعب بالشرطه لعب، ويعتبر سيد الهروب من السجن، احسن واحد ينحاش من السجن، لدرجه ان في بعض الاحيان السجانين نفسهم هم اللي كانوا يفتحون له الباب علشان يطلع. تخيلوا كان مصيبه. انزين شلون وصل السجن؟ وشنو الحيل اللي كان يستخدمها للهروب؟ وشلون وصل في الحال لانه ينحكم ب 144 سنه سجن؟ شنو سوى عشان كل هذا؟ تبي تعرفون صح؟ انا ادري انكم بتعرفون، والله ادري، علشان كذي ما ابي اطول عليكم اكثر، فتعالوا معايا الحين، يلا قدامي لا تخلوني اعصب، خلينا نشوف القصه مع بعض. اللي بنتكلم عنه اليوم اسمه ستيفن راسل، من مواليد 14 سبتمبر سنة 1957، طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية فيرجينيا. كان عايش مرتاح مع أهله أمه وأبوه، وكان عندهم شركة كبيرة تنتج مواد غذائية، ولغاية عمر 9 سنوات كان عايش حياة عادية ومرتاح، أحلى من كذي ما في. لما صار عمره 9 سنوات اكتشف انه عايش مع ناس مو اهله الحقيقيين، هذيلا اللي عايش معاهم مو امه وابوه الحقيقيين، هذيلا كانوا متبنينه، كان ولدهم بالتبني، وامه الاصليه، امه البيولوجيه مثل ما يسمونها، اللي يابته ويا ريتها ما يابته، اول ما انولد تخلت عنه وعرضته للتبني. زين شنو السبب؟ شنو سوى؟ شنو ذنبه؟ الولد ما له اي ذنب، كل ذنبه ان امه وابوه الحقيقيين اغلطوا مع بعض وهم ما كانوا متزوجين وما يبي يتحملون مسؤوليته فتخلوا عنه، يعني سووا عملتهم، سووا اللي سووه. ذيك الليله كانت ليله سودة، وبعد ما حملت ويابت هالولد على طول عرضته للتبني، تخلت عنه. والمشكله مو هني، المشكله ان حتى هما ما استمروا مع بعض، كل واحد راح شاف طريقه، وهو تزوج وياب عيال، وامه هم تزوجت ويابت عيال، وهذا اللي اثر بنفسيه ستيفن، ان كل واحد فيهم راح وعاش حياته وهو المسكين على قولتهم رموا رميه الكلاب، هالشيء وايد اثر بنفسيته، فحاولوا امه وابوه بالتبني اللي متبنينه انهم يخففون عنه ويقولون ليش كثر هم يحبونه وانهم ما راح يتخلون عنه، لكنه رفض كل هذا، مو عاجبه هالكلام، وشوي شوي بدا يتغير عليهم وبدا صوته يرتفع عليهم ويقول لهم انكم كذبتوا علي واخفيتوا عني الحقيقه واني انا لقيط، فبدت مشاعره تتخربط بهالفتره،
مرة يحبهم، مرة ما يحبهم، مرة يتخانق معاهم، مرة ينحاش من البيت. الولد حياته كلها تغيرت، صار 24 ساعة قاعد بالشارع، وتصرفاته مع أصدقائه صارت عنيفة. صار عنيف شوي، مو شوي والله وايد، لأنه كان دايما يتخانق ويتهاوش بالشارع، أي واحد يمر قدامه يتهاوش إياه. يعني كل هذا اللي قلت لكم إياه أتوقع أعطاكم لمحة عن الشخص اللي راح يتحول لستيفن بالمستقبل. طبيعي ما راح يظل نفس ما هو، راح يصير شيء بتعرفونه بعد شوي، شيء بتعرفونه بعد شوي. شاعر، صدقوني شاعر. يلا أنا بروح شاعر من اليوم، باي باي. لا لا خلينا نكمل. فسنة بعد سنة بدأت حياته تأخذ طريق غلط، وبدأ ينجح بهالطريق، وبدأ يدخل بأعمال إجرامية. كلنا شايفين بالأفلام والوثائقيات والقصص اللي أنا أقولها لكم شلون صايرة شوارع أمريكا بالليل، خمر، بنات، مخدرات، وتقريبا أغلب أنواع الفساد. إحنا ما نقول كل الشوارع، بعض الشوارع. وفعلا ستيفن بدأ يتعاطى المخدرات، لكن ما عنده فلوس كافية علشان يستمر. المخدرات تبي فلوس، وهو ما عنده فلوس كافية، فسواله عصابة صغيرة، عصابة شي صغيرونة، وتخصصوا بالسرقة. هني أمه بالتبني عرفت بهالشي، عرفت أن ولدها اللي تبنته واللي كانت حاطت له مخططات وآمال صار زعيم عصابة. فالمسكينة وايد تضايقت، وهي وزوجها ما عرفوا شلون يتفاهمون معه، الولد خلاص صار متمرد. فهني الأبو قال حق الزوجة، قال لها يبقى خلاص ستيفن ما له حل، ما ندري شو نسوي فيه. الولد صار من سيء لأسوأ، مو راضي ينصلح حاله، فما لنا إلا حل واحد، إننا نتركه للشارع. خلاص مو هو يبي يروح يقعد بالشارع، مو بيصير رئيس عصابة ناركوس حلايا راسه، خلاص نهده نخليه يروح، خليه يشوف حياته. الأم هني ما رضت، وصج ولدها بالتبني بس يعتبر ولدها يعني مربيته منه صغير، فما رضت أنها تتركه للشارع. فاقترحت أنهم يرسلونه لدار رعاية، دار رعاية متخصصة بالمراهقين المنحرفين، هناك يضبطونهم ويعدلونهم، يعني تعتبر إصلاحية. فقررت الأم أنها ترسل ستيفن لإصلاحية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وفعلا تم إرساله للإصلاحية، لكن تصرفات ستيفن ما تغيرت. هذا هو ما تغير، للحين متمرد، عنيف، يتخانق مع الكل، ما تغير الولد. لكن يوم بعد يوم عرف ستيفن إنه إذا ما تغيرت تصرفاته وعدل من سلوكه ما راح يطلع من المكان اللي هو فيه، راح يظل هني طول عمره. فبدأ يسوي نفسه أو يمثل إنه هو منضبط وإنه هو تغير وانصلح حاله. دخل هناك بالإصلاحية نادي موسيقي وتعلم العزف، يعني عباد الجوهر على راسه، وهناك ما عندهم عود يا فارس، هتشوفوا أي شيء كان يعزف، ما أدري كان يعزف. وبعد مرور فترة راح وتطوع بالجيش، بعد ما كبر تطوع علشان يخدم بالجيش. وبما أن ستيفن بنيته حلوة كذي وجسمه قوي، على طول تم قبوله بالعسكرية، وبدت حياته تتغير، خصوصا لما تعرف على سكرتيرة وحبها، فقرر أن يتزوجها. وفعلا تزوجوا وصار عندهم طفلة سموها ستيفاني، يعني ستيفن وستيفاني. فعاش ستيفن راسل مع زوجته وبنته ستيفاني بكنيسة محلية بمنطقتهم لغاية سنة 1985. وبالنسبة حق موضوع أن أمه وأبوه تخلوا عنه، أمه وأبوه الأصليين، موضوع أنهم تخلوا عنه كان للحين مأثر فيه، مع أنه كبر وتزوج وصار عنده بنت، لكن للحين الموضوع مأثر فيه بداخله. فوق هذا يالا خبر وفاة أبوه بالتبني، أبوه اللي تبناه يالا خبر وفاته. هني دخل بأزمة نفسية، تعب نفسيا، تعب وايد، وصار 24 ساعة يتخانق مع زوجته. وبدت زوجته تلاحظ عليه تصرفات غريبة، تغير من ناحيتها، وكل ما حاولت تتقرب منه كان هو ينحاش منها، يوخر عنها، هي تحاول تتقرب له وهو يوخر. تعال يا ريال شفيك، أنا أقول لكم شفيك. تخيلوا يا الله بيوم من الأيام واعترف لها أنه هو ينجذب للرجال، يحب الرياير ما يحب الحريم، وأنه خلاص ما عاد يطيها. قال لها يبا أنا أحب الرياير وايد عليك. باختصار قال لها أنا مثلي، مو مثلي أنا يخسي، مثلي اللي هو الشاذ. قال لها I am gay، gay عليك وعلى ويك. فبكل هدوء انتهى زواجهم بالطلاق، تطلقوا. أما بنته فراحت مع أمها، ومن هاليوم اللي طلعوا فيه من حياة ستيفن انقطعت علاقتهم نهائيا، خلاص ما حد فيهم يدري عن الثاني، كل شيء انتهى. بالنسبة حق ستيفن بعد طلاقه من زوجته بالفترة الجاية، يعني بدأت تظهر عليه بعض الاضطرابات النفسية، لكنها بدأت تظهر واضحة، وشذوذه الجنسي صار واضح، الكل قام يدري عنه، فتم فصله من الخدمة العسكرية. فهني لقى نفسه ستيفن بالشارع مرة ثانية، رجع حق الشارع. لكن هالمرة ستيفن رجع الشارع وهو رجل، بنيته الجسدية قوية، مو طفل مراهق. فقرر انه يحترف النصب، بيصير نصاب محترف. يا اخي احترف الكرة، ليش النصب؟ احترف اي شيء ثاني.
هو يعتبر ذكي، وهالشيء كافي انه ينجح بهالمجال. وكانت قوته بالنصب والاحتيال. بالبداية نجح بالنصب على شركة تأمين، وقدر ياخذ منهم 45,000 دولار من غير ما ينكشف. بعدها بدأ يبيع ساعات رولكس تقليد على أنها حقيقية، بعد ما يبيع الساعة تعصيدة. وبالفترة هذه ستيفن كان بالسليم، ما لفت نظر الشرطة، ما حد يدري عنه. لكن على قولتهم، مو كل مرة تسلم الجرة، مو كل مرة تسوي شيء غلط وراح تفلت منها. بيوم من الأيام كانوا مزور جواز سفر، فقدم جواز السفر هذا حق موظف الجوازات، فعرفوا أنه هو مزور، فعلى طول تم إلقاء القبض عليه بسنة 1992، وانحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. مزور جواز 10 سنوات؟ أنا أعرف واحد قاتل ومقطع 6 سنوات انسجن بس. إيه ستيفن، حاطينه بين 4 جدران ويقولون له اقعد، انسى الموضوع. لا، وعشر سنوات يعني مو يوم ولا يومين، 10 سنوات. وهذا ستيفن مستحيل تحطه بمكان واحد، وهو بالبيت ما قعد. وأيام ما كان مسجون وهو بالسجن، كان في شخص واحد يزوره واسمه فيليب موريس. فيليب موريس هذا تعرف على ستيفن بعد طلاقه، وكان عنده نفس ميول ستيفن. يعني فيليب وستيفن كانوا حبايب، كانوا يحبون بعض، هذا الحب اللي الله يحرمنا منه. لكن بعد مدة انقطعت زيارات فيليب، فيليب ما قام يزور ستيفن، فبدأ ستيفن يسأل عنه. لغاية ما يوم من الأيام قدر ياخذ تلفون من واحد من السجناء، يعادي في تلفونات تتطوف من تحت الطاولة، فقدر يحصل له على تلفون واتصل بفيليب. ولما اتصل فيه وسأل: أنت ليش ما قمت تزورني؟ وينك؟ ما قاعد أشوفك، ليش ما تزورني بالسجن؟ هني صدمه فيليب بالخبر. فيليب قال له: أنا مريض وفيني إيدز وأنا بمراحلي الأخيرة وما عندي أي أمل بالعلاج. هني ستيفن زعل وتضايق: حبيبي اللي هو بحسبة زوجتي الله يقطعكم مريض وفي إيدز، أنا لازم أطلع من السجن، لازم أشوفه قبل لا يموت. وأنت الحين خاف على نفسك، الريال في إيدز، أنت 24 ساعة قاعد معاه، شايل هم إذا بتشوفه ولا لا. المهم مو هذا موضوعنا. قرر ستيفن انه يطلع من السجن او ينحاش من السجن علشان يشوف فيليب قبل لا يموت. زين، بس شلون يطلع من السجن؟ دنيا مو فوضى، في حراس، في بيبان، انت بسجن، يعني الموضوع مو سهل. لكن الموضوع بالنسبة لستيفن كان وايد سهل، كل اللي عليه انه يشغل مخه ويركز على اللي قاعد يصير حوالينا بكل هدوء وراح يلقى الحل. ولما ركز ستيفن، اول شيء حفظه ايه مناوبات الحراس، حفظ اوقات مناوباتهم، متى يروحون ومتى يرجعون. ولما كانوا يطلعون مع أصدقاء المساجين ساعة واحدة باليوم كالعادة علشان يشمون هواء ويغيرون جو، وما كانوا يخلونهم 23 ساعة بالسجن ويطلعونهم ساعة واحدة بس، فهو ما كان يشم هواء ولا كان يتمشى بين المراعي والسهول. كان دائما مركز ويلاحظ الأشياء اللي تهمه ويتفحص كل شيء حوالينا. ما كان يستمتع بالاستراحة نفس زملاء المساجين. الريال كان قاعد يدرس كل شيء يصير حوالينا. كل هذا علشان شنو؟ علشان حريته، علشان يطلع من السجن ويشوف صاحبه. بعد ما جهز كل شيء للهروب من السجن، بقى بس التنفيذ، وهذه تعتبر أصعب خطوة. فنطر لبداية اليوم الثاني علشان ينحاش من السجن، وبعد كم ساعة لقى نفسه برا السجن. هذا ساحر هذا. زين فارس، قول لنا شلون؟ مو بكيفك خطط ولقى نفسه برا السجن، في شيء بالنص لازم تقوله. حاضر، نطروا علي شوي، كله تزفوني، ما ادري ليش ما تحبوني انتو، الدراما صار صح. يلا خلينا نكمل. اللي صار بالضبط انه بالايام اللي هو كان قاعد يستعد للهروب من السجن، كان بكل طلعة استراحة يسرق بنطرون وكرفته. طبعا ملوت الحراس كان في صندوق ملابس قديمة كانوا يحطون فيها الملابس هناك، ملابس الحراس، وهم خذاله قميص وقدر يحصل له لاسلكي نفس اللي عند الحراس. وهني شنو صار؟ خلاص رسميا صار هو حارس، صار عنده اللبس الرسمي للحراس جاهز كامل، كل عنده. كانوا السجناء لما يطلعون بالساعة اللي عندهم كانوا أغلبهم يستمتعون بهالساعة، لكن ستيفن كان ناطر الحراس يروحون استراحتهم. وكان عندهم غرفة تبديل، فدخل معاهم من غير ما حد يحس فيه وغير ملابسه، لبس مثلهم ومشى وراهم كنا ما يدري. طبعا مو كل الحراس يعرفونه، خصوصا إذا أنت ماشي صح ومالك شغل بحد. فغير ملابسه، تنكر، لبس مثلهم ومشى وراهم للبوابة. فنطرهم لما طلعوا بعدها وراح وراهم كنا متأخر عليهم.
راح للشباك اللي فيه الحارس اللي ماسك البوابة باللاسلكي طق على الشباك كنا يقول له افتح لي الباب بسرعة. فأول ما لمح حارس البوابة ان هذا حارس مثلنا لابس نفس الملابس على طول فتح له البوابة. يعني اللي يشوف ستيفن لابس هاللبس ما راح يشك فيه، خصوصا بالطريقة اللي هو سواها. نطرهم يطلعون وهو راح وراهم بسرعة كنا متأخر، طق عليه باللاسلكي وبسرعة طلع. فهذيلا راحوا برا يدخنون، لكن ستيفن كان شايف طريق الحرية قدامه، طلع لي برا. وأول ما وصل الشارع ما صدق نفسه، أخيرا طلع برا السجن صار حر. فراح بسرعة حق صديقه. هني الشرطة عرفت أن في سجين اسمه ستيفن انحاش من السجن، لكن هني بهالوقت ستيفن وصل عند صاحبه وعلى طول خذاه وراحوا المكسيك. هذيل الشرطة على ما يفكرون ويدرون أن في واحد منحاش اسمه ستيفن، الحبيب ماخذ حبيبه ورايح المكسيك ما نطر. والسبب اللي خلاه يروح المكسيك طبعا أنه ما كان يبي يتم إلقاء القبض عليه، وبنفس الوقت كان يبي يقعد مع صديقه بآخر أيامه، بيقعد معاه لغاية ما يموت. وبالفعل سافر وراح المكسيك، والشرطة دوروا عليه وما لقوا له أي أثر. وبعد كم أسبوع وهم بالمكسيك فيليب توفى، فبقى ستيفن بروحه وعاش بالمكسيك لمدة سنتين. وطبعا هناك كان يشتغل. أدري بتسألوني شنو يشتغل، ببرد عليكم شنو بقول لكم، بقول لكم كان يشتغل نصاب، ما يعرف يسوي شيء ثاني غير النصب. حتى لما راح المكسيك اشتغل نصاب، وهم الشرطة المكسيكية ما انتبهت له. فبعد وفاة فيليب عاش بالمكسيك لمدة سنتين، كان يشتغل هناك نصاب وأموره كانت طيبة ومن أحسن ما يكون. لكن ما في شيء يتم على حاله، دوام الحال صح من المحال، كل شيء لازم يتغير. بعد فترة ستيفن مرض وما لقى علاجه بالمكسيك، فكان لازم يرجع أمريكا علشان يتعالج هناك. وهو رايح يقدم أوراقه علشان يرجع أمريكا، تبين أوراقه مو رسمية، الأوراق كلها مزورة. فشكت السلطات المكسيكية فيه وتم التبليغ عنه في أمريكا، بلغوا عليه. فأمريكا هناك قالوا لهم تعالوا، إيه هذا إحنا نبيه، هذا إحنا قاعد ندوره. فعلى طول المكسيكان سلموا ستيفن حق أمريكا، وهني لقى ستيفن نفسه مرة ثانية. وين؟ طبعا بالسجن. مرة ثانية لقى نفسه بين أربع أطواف أو أربع جدران داخل السجن، لكن حالته الصحية كانت تعبانة وكل ماله كان يتعب أكثر وأكثر. وفوق كل هذا وبسبت أنه هو مو مستوعب أنه رجع السجن، بيوم من الأيام تخانق مع الحارس، والحارس طبعا ما قصر، حطه وطق طق كسر وجهه. هني حالة ستيفن صارت أسوأ وتعب أكثر. وبهالفترة هذه كان دائما يطلب من المحكمة إطلاق سراح مشروط، اللي دائما إحنا نقوله، وكل ما يلموعد يطلب إطلاق سراح مشروط. فآخر شيء تم قبول طلبه، وترى هذا شيء عادي عندهم، يقبلون الطلب لكن يحطون لهم كفالة تعجيزية. أغلب السجناء اللي ما يكونون خطرين وايد يقولون لهم أوكي نعطيكم إطلاق سراح مشروط، لكن بشرط دفع الكفالة، والكفالة تكون تعجيزية وبعض الأحيان تكون مستحيلة. وبحالة ستيفن كانت قيمة كفالته 950,000 دولار، يعني تقريبا $1,000,000. مليون دولار، إنزين ستيفن من وين يجيبهم؟ من وين يجيب $1,000,000؟ أنا أقول لكم مو هو بالسجن ما عنده، بس أنا متأكد لو يطلع برا السجن ويخلونه فترة كذي راح يجيب 10 أضعافهم على هاليونون اللي عنده. لكن شلون يطلع؟ ما يقدر يطلع من السجن، وتوهم صايدينه، يرد مرة ثانية ينحاش ما يصير. فقاعد يفكر لغاية ما وصل حق حيلة تخليه يطلع من السجن بدون ما يدفع قيمة الكفالة. يعني هو ما يبي يطلع علشان يجيب قيمة الكفالة، لا لا، هو يبي يطلع بدون ما يدفع قيمة الكفالة. إنزين شنو خطته؟ بشنو فكر ستيفن؟ تعالوا خلي أقول لكم. أول شيء وقبل كل شيء، أنا قلت لكم أنه هو كان مريض فكان يتعالج. فأثناء معالجته كان ياخذ أبر أنسولين وهو مو بحاجتها، وهالشيء خلى حالته الصحية تصير أسوأ. وبوقت طلعت السجناء، طلع اللي يطلعونها ساعة هذه علشان يتمشون فيها، ستيفن غافل الحراس وراح واستخدم التلفون وتكلم مع إدارة السجن على أساس أنه هو القاضي. ألو، منو معاي؟ معاك القاضي. هلا سعادة القاضي، تفضل، شو اللي تامر فيه يا سعادة القاضي؟ فقال لهم عندكم سجين اسمه ستيفن وتم تخفيض قيمة كفالته، نزلناها ومراعاة لظروفه الصحية، وهواي تعبان ريال كل ماله ويتعب، فخفضناها من 950,000 دولار ل 45,000 دولار. طلع حق نفسه خصم بكيفه. تخيلوا هالخطة مشت عليهم. قدر ستيفن انه يضحك عليهم ويطلع بكفالة قيمتها 45,000 دولار، وأساسا كانت قيمة كفالته 950,000 دولار. فطلع من السجن ولقى نفسه حر مرة ثانية، لكن الشرطة بعد كم يوم عرفوا انهم طاحوا بفخ ستيفن مرة ثانية وطلعوا بمبلغ بسيط. الشرطة والقضاة كلهم هني حسوا بالإهانة وصج أهانهم. أنا لو من ستيفن أوقف قدام السجن وأضحك عليهم.
يعني خطة مثل هذه شلون تمشي؟ شلون تمشي عليكم؟ يعني أي واحد يتصل يقول أنا القاضي على طول تصدقونه؟ ألو أنا عبد المجيد عبد الله. إيه سووا لي حفلة الحين. إيه بس ما راح أغني، بس شي بقى أطالع الناس كيفي. مو أي شيء تصدقونه. فكثفوا البحث عنه وكانوا يبون ستيفن بأي وسيلة، خصوصا بعد ما انتشرت قصته، قصة هروبه من السجن. فالصحافة كتبت، وسائل الإعلام، الكل قام يتكلم عن هالقصة وشون شخص واحد ضحك على الدنيا كلها. لكن حياة الحرية بالنسبة لستيفن ما طولت، فتم إلقاء القبض عليه بفندق بفلوريدا. لا بعد رايح قاعد بفندق مزج الأخ. وتم الحكم عليه بالسجن 40 سنة. فوق العشر سنوات اللي عليه انحكم عليه بعدهم 40 سنة. وتم إرساله لسجن اسمه استيل موجود بتكساس، وهالسجن مشهور بحراسته المشددة. حبيبي مشددة على نفسك انت وياه، ستيفن ما يمشي معاه هالكلام. تتوقعون واحد مثل ستيفن راح يقعد بهالسجن؟ ما راح ينحاش؟ انا بالنسبة لي ما اعتقد. انتو كيفكم؟ تعالوا خل اقول لكم سر. تدرون ان افضل هروب حق ستيفن من السجن للحين ما صار؟ للحين ما يا وقته؟ لان دام ان عقله يشتغل فاكيد راح تيل له فكره، واكيد راح ينحاش من السجن. بس صبركم شوي. ستيفن صارت مسألة هروبه من السجن بالنسبة له مثل الهواية، شيء يحب يسويه، يستانس لما يسويه. نفسي أنا شلون استانس لما أصور لكم فيديو أو كذي عنده. علشان كذي كان يسعى حق هالشيء مرة بعد مرة. لكن هالمرة شنو سوى؟ بأوقات استراحته أو بأي وقت يعني يحصل له فرصة، كان يسرق أقلام حبر لونهم أخضر. أقلام حبر، الأقلام العادية اللي حبرهم لونه أخضر. كان تقريبا باليوم الواحد يسرق له قلم. وكانت بدلاتهم بالسجن المساجين لونها أبيض. فيوم من الأيام قال حق حارس السجن إن بدلتي ضاعت، ما أدري وينها، بلبس ما عندي بدلة. فعطوه بدلة جديدة. قالوا هذا ما عنده بدلة شلون يعني يطلع مفسخ خرع العالم وهو بعد مو مضبوط، وده يتمنى هالشي. فقاموا وعطوه بدلة جديدة. فأخذ البدلة وهني يا وقت التنفيذ. فرغ كل الأقلام من الحبر بالحمام عنده بالزنزانة، خلط ماي وحبر وحط البدلة البيضة داخلها بدون لا يعصرها علشان لا تطلع خطوط. إنزين كل هذا ليش؟ ليش يبي بدلة خضراء؟ كان يبي البدلة يصير لونها أخضر لأن الأطباء اللي يون يزورون السجن كانت بدلهم خضراء. الأطباء اللي كانوا يون يتفقدون السجناء يشوفون حالتهم الصحية لبسهم كان أخضر، وهو كان يبي يلبس نفس لبسهم. فبعد أيام انشفت البدلة وفعلا صار لونها أخضر، فصار عنده لبس طبيب. ونطر اليوم اللي يوم فيه الأطباء علشان يشوفون المساجين، وبعد ما خلصوا شغلهم جهزوا نفسهم علشان يطلعون من السجن. فراح ستيفن بسرعة لبس بدلته الخضراء ودخل بينهم ومشى معاهم كنا واحد منهم. وعاد تخيلوا معي حارس البوابة المصك هذا البلية اللي خوف المعضل وبالهيبة اللي هو فيها حارس بوابة السجن، وهو اللي فتح الباب حق ستيفن وخلاه يطلع مع الأطباء. أنا أتوقع من أول ما اشتغل بهالسجن هالحارس هذا ما تخيل بيوم من الأيام إنه بيفتح باب السجن حق سجين وهو اللي يخليه يطلع، لا وبلبس طبيب. فطلع ستيفن من البوابة ووصل للشارع، وهناك وقف له سيارة وأقنع صاحب السيارة إنه هو طبيب ومحتاج مساعدة، سيارته اختربت ويبي توصيله. فالريال شاف هذا لابس أخضر لبس طبيب ومحتاج مساعدة فركبه معاه السيارة وخذه. هالمرة اكتشفوا الحراس بسرعة ان ستيفن انحاش من السجن. هني صاروا ميانين، استخفوا، وهم تم تسريب الخبر حق الصحافة والإعلام، وصار السجن استل اللي هو شديد الحراسة مسخرة اليوم. طقطقوا عليهم من اليوم لبعد 60 سنة. قطات طول اليوم قطات، سجن استل شديد الحراسة شغالين عليهم ما قطعوهم. فعلى طول شغلوا طيارات الهليكوبتر وبدأوا يدورون عليه بالمدينة، دوروا فيها شبر شبر. الشرطة كانوا معصبين واصلين حدهم. وبوقت اللي كانوا طيارات الهليكوبتر قاعدين يدورون ستيفن كان قاعد بهيوستن بواحد من البارات وقاعد يلك الحبيب، قاعد يشرب خمر. هذيلا قاعد يدورونه وهم تكي بالبار قاعد يلكه. بعدها طلع وراح لميسيسيبي، والشرطة هم كانت قاعد تدور عليه. لا زادت البحث عنه لأن مثل ما قلت لكم ما حد محترمهم، الكل قاعد يطقطق عليهم، الرأي العام، الصحافة، الإعلام، حتى السجناء اللي بالسجن. الشرطة فقدت هيبتها. وبعد تكثيف البحث عن ستيفن أخيرا تم إلقاء القبض عليه، فحطوه بغرفة خاصة وبروحه مو مشتركة مع أي واحد من السجناء. لا ومو بس كذي، حطوه لحارسين، حارسين عند زنزانته، وكانوا ويتناوبون على حراسته 23 ساعة باليوم، ما عدا الساعة هذه اللي يتمشى فيها مع السجناء كانوا يخلونه معاهم.
انزين، وان قلت لكم مع كل هذا هم قدر ينحاش من السجن، راح تصدقوني وان قلت لكم ان الهروب هذا يعتبر اقوى هروب بالنسبه له، لانه صارت وايد اشياء مستحيل ان الواحد يسويها علشان ينحاش من السجن. راح تصدقوني قلت لكم سوى كل هذا؟ طبعا راح تصدقوني. فمع المراقبه 23 ساعه والحارسين اللي كانوا حاطينهم عند زنزانته، فهالمره هذه ما كان محتاج ستيفن انه يطلع ساعه باليوم مع السجناء، ولا انه يجمع اغراض، ولا انه يراقب علشان ينحاش من السجن. وهم ما كان مطلوب منه انه يتنكر نفس ما تنكر بملابس الطبيب، ومع هذا قدر انه ينحاش وهم قدام عيونهم. فبعد ما شاف ستيفن انه صار بروحه وفي حارسين قاعدين يراقبونه، عرف انه ما راح يقدر ينحاش، ما راح يقدر يتنكر، لان الحارسين اللي عنده خلاص احفظوا ملامحه، وهم راح يشكون باي حركه هو راح يسويها، فالهروب ما راح يكون سهل. فقعد كم يوم يفكر وطلع بخطه نسبه نجاحها 99%. 1% هذه رب العالمين، اذا بيكشفك يكشفك. بالبدايه بدا ينام طول اليوم، طبعا كان يسوي نفسه نايم، كان يتظاهر بالنوم، ولما كان يجي وقت طلعته من الزنزانه علشان يتمشى مع السجناء كان يرفض هالشيء، يقول لهم بقعد بروحي بزنزانتي بريح، حاس اني تعبان. فظل كذا يوم يكرر نفس الموضوع. بعدها زاد الجرعه وقام يرفض ياكل نص اكله، كان ياكل النص ويخلي النص الثاني. وبعد كم يوم قرر انه يطلع بهالساعه مع السجناء، يطلع برا علشان يشم هواء. واثناء ما كان يمشي بين السجناء بالحديقه الصغيره اللي يتجمعون فيها علشان يشمون هواء، بدأ يدوخ ويطيح على الأرض، ولاحظوا الحراس هالشيء إن ستيفن وهو يمشي جات له دوخة وطاح على الأرض، لكنهم طنشوا ما سووا ولا شيء. بعدها وقف وقام يمشي كذي وهو تعبان وهو دايخ. لاحظوا معاي عدل، كل اللي قاعد يسويه ستيفن كان تمثيل علشان يوصل لهدف براسه، والفيلم للحين بدايته، للحين ما بلش الفيلم، توه قاعد يسخن. فيوم بعد يوم بدت حالة ستيفن تسوء أكثر، كان بعد ما يأكل الأكل على طول يستفرغه، واستمر لأيام على هالحال، والأعراض ما خفت، لا قاعد زيد، دوخة، كسل، يستفرغ، وزنه نزل بشكل مو طبيعي. كل هذه مؤشرات تعرض لها صديق ستيفن فيليب اللي كان فيه مرض الإيدز ومات بسبته، وكان تمثيل ستيفن إعادة لتمثيل نفس الأعراض اللي كانت بفيليب صاحبه. وبدأ وهو يمشي بين السجناء يقول لهم إنه هو شاك إنه في إيدز، وكان صديقه في إيدز أكيد انتقل للمرض، فقام ينشر هالإشاعة بين السجناء. فانتشر الموضوع بينهم لغاية ما وصل للحراس، لكن الحراس ما اهتموا، آخر همهم قالوا أكيد تشذب. واستمر ستيفن شهر بعد شهر يستفرغ ويدوخ ووزنه ينزل، وظل على هالحال لمدة 10 أشهر، لغاية ما جاء يوم، وهو يوم معروف عندهم السجناء يقيسون وزنهم بهاليوم، يشوفون أوزانهم. فأول ما صعد ستيفن على الميزان طاح وأغمى عليه، فيا واحد من الأطباء علشان يعاينه علشان يشوفه. الطبيب ما عرف شنو فيه ستيفن، شنو فيه اللي خلاه يوصل لهالحال، ما كان عنده أي مرض واضح، لكن اللي يشوف شكله يقول إنه هو مريض، ومريض وايد، علشان كذي تم إرساله لدار عناية تابعة للسجن. وهناك كانوا يعالجون ستيفن، كانوا يعطونه مغذي ويعطونه أكل صحي، طبعاً ما كانوا يعطونه أدوية لأن ما كانوا يدرون شنو فيه، مو مبين إنه فيه شيء، بس مو عارفين شو اللي سوى فيه كذي. هني وبهالوقت وستيفن بمستشفى السجن أو بدار رعاية تابعة للسجن، يا اتصال حق المسؤولين بأن في طبيب يبي يجرب دواء جديد على مرضى الإيدز، فإذا عندكم مرضى إيدز أو تشكون أن فيهم إيدز على طول يبوهم عندنا علشان نعطيهم هالعلاج نجرب عليهم. وفي عندهم شيء اسمه التسريح الطبي المشروط، فتم تسريح بعض السجناء اللي شاكين بأمرهم أن عندهم مرض الإيدز، وكان أولهم ستيفن راسل. وبعد مرور أسبوعين يا اتصال من نفس الطبيب اللي طلب عينة السجناء علشان يجرب عليها الأدوية، وقال أن في مريض من بينهم اسمه ستيفن راسل كان وايد تعبان، ولما جربنا عليه الدواء مات، وأرسل شهادة وفاته للسجن. زي شو اللي صار؟ صدق ستيفن مات؟ لا لا ما مات ولا شيء، ستيفن برا قاعد يلعب، قاعد يلك الحين ستيفن. زين فارس شو اللي صار؟ فجأة كذي ستيفن طلع؟ شلون طلع؟ اللي صار يا حبيبي ان ستيفن ما كان مريض بالإيدز، ما في شيء، لكنه شاف اعراض المرض عند صديقه فيليب، فمثل دور انه هو مصاب بمرض الإيدز. وبعد ما ودوه دار العناية الطبية قدر يوصل للتلفون واتصل بإدارة السجن وقال لهم انه هو طبيب
ويبي متطوعين فيهم ايدز علشان يجرب عليهم دواء. وبعد ما ارسلوا له الطبيب اللي هو اهو نفسه، لانه هو الطبيب وهو المريض، قدر انه يطلع برا تكساس، وهناك طلع شهادة وفاة مزورة باسم ستيفن راسل، وبكذي قدر ينحاش من السجن، وهم قدام عيونهم وهم اهم اللي طلعوا. يا اخي مينون هالبني ادم. بتاريخ 20 مارس سنة 1998 انتحل ستيفن شخصية مليونير من مدينة فرجينيا، وكان الغرض من هالانتحال سوى نفسه مليونير لأنه كان يبي ياخذ قرض بقيمة 75,000 دولار من بنك اسمه ناينشنز، وهالبنك موجود بدلس. لكن مسؤولين البنك شكوا بأمر هالمليونير فبلغوا عنه السلطات علشان يتحققون من موضوعه يشوفون سالفته شنو هالمليونير اللي ياخذ 75,000 دولار. فبعد ما تحققوا من شخصيته اكتشفوا ان هالمليونير اللي يبي القرض وهو النصاب ستيفن راسل. فبسرعة ستيفن راسل سوى نفسه في ذبحة صدرية فشالوه ودوه المستشفى لآخر لحظة، النصب لآخر نفس. المشكلة انه ما سوى نفسه انه في ذبحة صدرية، وهم شايلينه حط ايده بجيب واحد من العملاء الفدراليين وسرق منه تلفونه. واول ما شاف انه هو بالغرفة بروحه وما في احد اتصل بادارة المستشفى وقال لهم ان احنا خلاص سمحنا لانه يمشي مشوه. وهم فعلا قدر انه ينحاش. يا الله يا ستيفن انت شنو؟ خلاص انا ودي اروح السجن، ابي ارتاح بس بقعد، تعبت. لكن تمت مطاردته من قبل الشرطة وتم القاء القبض عليه وتم الحكم عليه ب 144 سنة سجن، 99 منهم بسبب هروبه المتكرر من السجن و 45 سنة بسبة النصب والاحتيال. وحاليا ستيفن راسل موجود بمدينة تكساس وهم بزنزانة انفرادية، ويطلع ساعة واحدة علشان يتسبح ويلعب رياضة شوية وبعدها يرجع زنزانته. وبالرغم من ان عليه حراسة مشددة اكثر من اي سجين ثاني بهالسجن، لكن مسؤولين السجن متأكدين انه هو قاعد يخطط للهروب مرة ثانية، اي مرة ثانية، مرة تاسعة. وبغض النظر عن عمره اللي صار فوق 60 سنة، الا انهم متأكدين انه عنده مخطط علشان ينحاش من السجن. اما عن موعد اطلاق سراحه متى تخلص سنوات سجنه، فراح يطلع بسنة 2140. أكيد راح يكون ميت، لا راح يكون ميت وكلو الدود وتحلل وتحاسب، ما خاف ينحاش من القبر بعد. إيش هالبني آدم هذا؟ الشيء الغريب بقصته بالرغم من ذكائه بأنه شلون كان يقدر يطلع من السجن إلا أنه كان بسرعة يتم إلقاء القبض عليه ويرجع السجن مرة ثانية. ما أدري هي هواية وهو كان يروح يسلم نفسه علشان يرجع ينحاش مرة ثانية، يمكن مستانس الرجال. تتوقعون يعني ستيفن ما كان يقدر يطلع من السجن وما يرجع له مرة ثانية؟ هل هو كان يتعمد هالشيء ولا هو كان ذكي داخل السجن غبي حياة، غبي برا السجن؟ كتبوا لي رأيكم بالتعليقات. عادي أنا الحين قاعد بالبيت أشوف ستيفن داخل علي طالع من تكساس جاي الكويت، إيش تبي ستيفن؟ لا والله أنا منحاش. أقول له حياك، أدري بعد 5 دقائق تبي ترجع السجن مرة ثانية، خبل أنت ستيفن، عسى ما شر. وترى أنا يعني مو مستانس على شخصيته، بس أنا يعني قاعد أقول إنه هو ذكي شاطر، الأفكار اللي يفكر فيها مع أنها وايد واضحة لدرجة إنه ما حد يتخيل إنه في أحد يسوي هالشيء. يعني من يتخيل إنه يقول أنا القاضي وطلعوا أنا خفضت كفالته؟ لأن حتى لو أحط أنا إياه العمر 2 ما راح يصدق. ما أدري شلون عايشين هالأوادم هذيل. يبي لنا سناقة نودي حق ستيفن، خلي ستيفن شوي ياخذه كذي علمه بطرق الهروب من السجن عشان نقول قصص جديدة. خلاص بس. ولهني وصلنا حق نهاية قصتنا، أتمنى إني وصلتها لكم بطريقة عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى اشتراك بالقناة، وإذا كنتم من ربعي وحبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. بالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. أعطوني لمة سريعة بسرعة يلا الآن حاشر الحين يعني ستيفن.